Yeah.
ويتردد إلى شباه ويتردد في هذه النواحي ويأخذ عند الشيخ وعند الشيخ حتى ذهب إلى تريم، وكان في مراته الأولى وأيام سباه ذهب مع والده وجلس مع سيدنا الإمام الحداد عليه رضوان الله تبارك وتعالى قبل مجيئه للاستقرار لطلب العلم، يجلس من مدة طويلة في تريم، وكما كان يقول في وجهته ومسلكه معنا تمر مع واحد يمشي معه يسافره، وقال غدانا تمر وعشانا تمر وماشي غير التمر في مدة أيامنا وإقامتنا في تريم حتى نرجع. صدقوا ما عهد الله عليه وصدقوا في إقبالهم على الله جل جلاله.